احيانا عند القبور، عند الاصنام، يحصل لك شيء من الخوف. الشيطان يوقع في قلبك شيئا من الخوف. بيكلاه جيرن تقان ثنو موي رو كو تقان قلاين بريه موي مين كا ثوى اجيرن خلاج تا خلاج نو كي كا دايل ثوى امبي شيطان. لا يمكن ان نخاف الا من الله. جيرن من اي خلاج بان لاي لك لين تاي الله. ماذا نصنع؟ تقول مثلا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تقرا ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم، ايه من سوره البقره. جين اي سوره ايه الكرسي نكنون سوره البقره دمبي جكا نعم، لكن لا يمكن أن تتقرب إليهم، تخاف منهم، تذبح لهم. نعم. نعم.